يشهد العالم العربي قفزات هائلة في عدد مستخدمي الإنترنت كل عام، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 226 مليون مستخدم بحلول العام 2018. هذا الارتفاع دق ناقوس الخطر لدى الصحف الورقية. حقيقة معظم المؤشرات تنبئ بأن المستقبل للصحافة الإلكترونية شيء ما بينه. خلينا نتحدث عن المؤشرات الحالية، يعني هذا الكلام الذي نراه اليوم كان مطروح من 10 سنوات، وكان البعض للأسف من زملائنا أخواننا التقليديين يعني يسفه برأيك هذا، ويعتقد أنه نوع من يعني السطحية، اتهموا بالسطحية، اتهم أصحابه بالسطحية. صراع البقاء فرض على المؤسسات الصحفية أن تساير مجريات هذا التغير لتتمكن من الوصول إلى الشريحة الأكبر من قرائها عبر منصات إلكترونية متعددة. كان أول خطوة في التطوير أنه التحول من مجرد موقع لصحيفة ورقية إلى موقع لديه إنتاجه الخاص، هذا كان عمل تحول مهم جدا وكان قرار جريء. هذا التحول داخل أروقة الصحافة الورقية جاء بعد أرقام وإحصائيات تحمل في طياتها تلخيصا لمستقبل المشهد الصحفي. أجرينا استطلاع ميداني على المواطنين، متى آخر مرة قرأت صحيفة؟ فوجدنا أن الفاجئة أن أكثر من 60% لا يذكرون متى قرأوا آخر مرة قرأوا فيها صحيفة ورقية. تضايق البعض من نشر هذه النتائج، لكن لابد أن أنشرها بكل شجاعة وفي الصحيفة الورقية التي يديرها أنا شخصيا. تنازل الصحف الورقية وتعاملها مع الجانب الإلكتروني أضحى ضرورة تضمن استمراريتها من خلال اتخاذ طريق يتقاسم فيه الورق والإلكترون الأهمية ذاتها. الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية بحاجة إلى نوع من التعامل الذكي من قبل المؤسسات التي أنشئت أساساً كصحافة ورقية، بحيث أنه يكون هناك نوع من التكامل. العمل التكاملي بين الجانبين الإلكتروني والورقي داخل المؤسسات الصحفية هو نتاج لمتطلبات العصر وخطوة نحو تقبل الواقع. الابتكار، صناعة المحتوى التفاعلي وتعدد المنصات أسس تعتمد عليها صحافة المستقبل للوصول إلى القارئ. سعود المسعود لفوكس أكاديمي، دبي.